ساديو ماني يمشي الآن لتنفيذ الركلة الأولى. تسديدة قوية وجميلة، ضربة مذهلة. جاهز للتنفيذ بثقة كبيرة. الكرة في المرمى، النتيجة 1-1. بداية جيدة وركلة جميلة لتصبح النتيجة التعادل 1-1. سيطر على أعصابه وسجل ضربة الجزاء ببراعة. ثاني لاعب يسدد، يلعبها في الجانب الأيسر. يا سلام، تنفيذ رائع. الكرة في زاوية، الحارس في الأخرى. الكرة تصطدم في القائم، الارتياح كبير على حارس المرمى. الدور الآن على ثالث اللاعبين. أوه، الكرة تصطدم في القائم. تسديدة في منتهى الروعة، في منتهى القوة، بدان أنه مستحيل التصدي لها. رابع لاعب ينفذ الركلة. كرة التعادل الآن، نتيجة 3-3. الآن الدور على خامس اللاعبين. ينجح في أن يخدع الحارس، يسجل هدف. باريس سان جيرمان، هل هي كرة التعادل أم الخسارة ونهاية كل شيء؟ باريس سان جيرمان، هل هي كرة التعادل أم الخسارة؟ سجل ويستمر فريقه في القتال في المحافظة على أمله. ثقة واضحة عليه وكرة في منتهى الروعة. الآن الدور على اللاعب السادس. الكرة ترفض الدخول على الرغم من خداع الحارس. محمد صلاح إذا صدها سيعيد الأمل كرة أخيرة تهدي الفوز للفريق. يا لها من طريقة صعبة جدا في الخسارة، الحظ كان له دور كبير فيها. الحارس حاول أن يفعل شيء لكنه لا